مواكبة للحكومة الإلكترونية، دشنت وزارة الداخلية المركز الذكي لخدمة المواطن، والذي يقدم خدماته على مدار الساعة في مبنى الإدارة العامة للجنسية والجوازات الجديد في منطقة شويخ. وتأتي خطوة وزارة الداخلية ضمن المساعي الحثيثة نحو التحول الرقمي وتعميم الأنظمة الذكية على مختلف مراكز الخدمة، تسهيلا على المواطنين في إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. الخدمات الرقمية العنوان الأكبر في وزارة الداخلية مواكبة للحكومة الإلكترونية وتحقيقا للإدارة الحكومية الفاعلة، حيث دشنت وزارة الداخلية المركز الذكي لخدمة المواطن، والذي يقدم خدماته للمواطنين على مدار الساعة في مبنى الإدارة العامة للجنسية والجوازات الجديد في منطقة الشويخ. طبعا هذا المركز الذكي لخدمة المواطن يأتي ضمن استراتيجية الوزارة في التحول الرقمي، فقام قطاع الموارد البشرية والدعم التقني بالتعاون مع إدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، والتنسيق أيضا مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بتدشين هذا المركز اللي يوفر ويسهل الإجراءات للمواطن على مدار الساعة. فتبدي الخدمة بداية عن طريق تطبيق سهل أو موقع الوزارة، سواء كان تجديد جواز أو تجديد الليسن أو تجديد البطاقة المدنية، ويقدر يحضر المركز في أي وقت 24 ساعة على مدار الساعة يستلم الوثيقة المطلوبة. المركز الذكي لخدمة المواطن في وزارة الداخلية خطوة جادة ضمن المساعي الحثيثة نحو التحول الرقمي وتعميم الأنظمة الذكية على مختلف مراكز خدمة المواطن، تسهيلا على المواطنين في إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال الربط الآلي والإلكتروني عبر المواقع الحكومية وتطبيق سهل الحكومي. قطاع الموارد البشرية والدعم التقني والتنسيق مع جميع القطاعات الخدمية في الوزارة، نسعى لتوفير جميع الأجهزة المتاحة والتكنولوجيا بحيث تسهل الإجراءات على المواطن والمقيم بكل سهولة. دائما احنا نحط ببالنا مصلحة المواطن والمقيم في أي خدمة نسويها، نحاول نسهلها ونحاول تكون رقمية بشكل كامل، بس في معاملات معينة مثل تجديد الجواز أو تجديد الليسن يتطلب حضوره لتسليم والاستلام، تسليم الوثيقة القديمة واستلام الوثيقة الجديدة. وزارة الداخلية تواكب التقدم التقني والتطور التكنولوجي من خلال إدخال الأنظمة الحديثة في كافة خدماتها، تجسيدا للحكومة الإلكترونية وتنفيذا لرؤية كويت جديدة من بوابة المراكز الذكية لخدمة المواطنين والمقيمين. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.